C'est la première fois que je prends Sifax Airlines. Par hasard sur internet, j'ai choisi comme ça, c'était le moins cher. Oui, c'est très bien passé, je suis un peu tombée malade, mais ça a été très agréable. Je trouve les gens très sympathiques et le pays très joli. Pas vraiment, non, parce que j'allais chez un ami qui a une maison ici, donc je me sentais pas, je me sentais en sécurité, quoi. Non, non, revite à Kabul. C'est la moins chère, c'est tout. Au niveau de service, elle est bien, ça va. Non, non, non. Ah, d'accord. J'ai de la chance. Service. Wallahi, متربين لا اكثر لا اقل. Plus ou moins. Par rapport à l'autre, متربين au cas où. Prix, il n'y a pas une grande différence par rapport aux autres. Oui, mais bon, par نلقاو باصات ارخص. نعم ما ريتش ما ثبتش في الطياره ديجا كي لقيت البلي بشراوه ديجا زبيع عايشك بارك الله فيك صباح الخير صباح الخير مبروك عليك اكبر طياره في تونس باش تعمل اول رحله لباريس شكرا بارك الله فيكم محمد فريخه دونك رئيس مدير عام شركه سيفاكس ايرلاينز كما تعرفوا الشركه هذه وقع انطلاق النشاطات نتاعها بعد الثوره زوز طائرات الكرامه والحريه والان الطائره الثالثه هي من اكبر الانواع اللي تدخل تونس اسمها طائره القدس والحمد لله اليوم مش تبدا اول رحلات نحو باريس هذه رحلات معناها على الاول معناها تجريبيه لان الهدف من الطائره هذه القيام برحلات بعد المدى نحو كندا ونحو الصين ان شاء الله تونس تدخل في منظومه رحلات بعيد المدى وباش يمكن البلاد هذه باش تقرب للعديد البلدان والعديد من القارات. شنو هي السبب نتاع تسميه الحريه والكرامه وتزيد تسمي الطائره هذه القدس؟ شنو هو السبب سيدي؟ والله ما مبادئ هي معناها في الحياه ديما ثم الاعمال ولكن ثم المبادئ معها تمشي. الكرامه والحريه هي تقليدا للثوره التونسيه كما تعرف المشروع هذا لو لم تصر الثوره التونسيه ما كانش من السهل بلورته المشروع هذا فهمني؟ والقدس لان انا بالنسبه لي انا قضيه كل المسلمين وشرف كل المسلمين ولازمنا ديما نذكروها ونحطوها في الذاكره على الطائره سميت القدس. اسمح لي نقول لك تخوفات بعض المسافرين اللي يقولوا اليوم فرحانين برشا بالسيرفيس نتاع سيفاكس، فرحانين بالبريم تاعهم، اما خايفين لا بعد فتره ما توليوا تعاملونا كما تعاون فينا بعض خطوط اخرى اونيفو سيرفيس واونيفو دي بري. احنا معنا في السياسه نتاعنا نتاع تسيير الشركه ثم نقطتين اهمين هما نسميهم المتابعه والمراقبه فهمني المتابعه لازمنا ديما نتابعوا اللي معناها المخططات والاستراتيجيه نتاعنا قاعدين ننفذوا فيها على احسن ما يرام والمراقبه بالفعل لازم ديما الواحد يراقب ويثبت اللي معناها الخدمات على احسن مستوى وهذا عمل يومي وقت تكون الاراده ان شاء الله لاباس معناها راضيين باللي وصلتوا له الان حسب المخطط اللي عملتوه قبل الانطلاق ولا لا؟ والله الحمد لله رغم الصعوبات الواحد معناها بال كما يقولوها بالتشذب بالحقوق نتاعو وبالاراده والحمد لله معناها الواحد متوكل على ربي ولا باس معناها. على مستوى القوانين والتشريعات لقيتوا تسهيلات وتعاون ايجابي من طرف السلطات الحاليه ولا لقيتوا ربما فما لوبي موجود على القطاع هذايا اللي قاعد ياثر ويضغط اما سياسيا ولا ماليا على شركتكم المحترمه. والله تو هي لحظه فرح ماذا بيا ما نرجعش للماضي ولازم الواحد في الثقافه نتاعو ثقافه التسامح التوانسه كل المسلمين بصفه عامه ديما عندنا التسامح ولهذا زايد باش نرجعوا للماضي الحمد لله حلينا المشكله نتاعنا والحمد لله الواحد يكون متفائل من المستقبل واحنا كشركات توانسه ما نذبينا كل يد واحده وانا شخصيا معناها قدمت الاستدعاء
للاخوه نتاعي في تونس الجويه وفي نوفيلير والمدير العام للطيران مدرس كمال بن ميلاد ومدير المطارات باش يكونوا حاضرين معنا في الرحله. لا عندهم التزامات خاصه ولكن فرحوا وهذه فرحه لتونس كامله، لان يعني الطائره هي مكسب لتونس. واللفات اللي مش عملوا رحلات بعيد المدى ما يقولوش سيفاكس ولا تونيزير ولا نوفيلير، يقولوا تونس سوا. معناها مش يمكن ربطه مع عاصمات عالميه كيما موريال كيما نيويورك كيما بكين فهمني كيما ريو، هذه مكسب لتونس فهمني. وانا كما قلت لك ثقافه التسامح واني لابس بالابيض جسمه للتسامح فهمني. الكلمه الاخيره لمشاهدي المتوسط والجمهور العريض المتوانسه اللي ما يعرفوش ربما سي فاكس وما يعرفوش خصوصيه الشركه هذه، كلمه حره لكم. والله احنا في الثقافه نتاعنا كما تعرف انا بديت مشروع تنات وكان امتياز لتونس في الميدان التكنولوجي، ديما اللوجو الامتياز واحنا في بلادنا قادرين لهذايا. نحبوا سي فاكس تكون امتياز للطيران المدني في تونس من ناحيه الخدمات، من ناحيه الوجهات، من ناحيه معناها الاصول، وهذا ان شاء الله نوصلوا له وان شاء الله معناها نقاو التشجيعات من التوانسه الكل، لان كما قلت لك بالنسبه للبلد معناها الطائر المدني يمثل واجهات البلاد، لان اول اجنبي يجي ياخذ الطائره فهمني. وان شاء الله نتعاونوا مع بعضنا ويكون انا نقول سي فاكس اول مشروع اضخم مشروع بعد الثوره يكون مثال اللي احنا في تونس قادرين باش نرفعوا التحدي هذايا يزينا معناها من معناها الكلمات ياسر وواحد نظهروا اللي احنا اوني كابابل، وحتى في الظروف الصعيبه هذه نجموا نعملوا انجازات ونجموا نرفعوا التحديات ونجموا نعطيوا نظره للعالم اللي توانسه معناها اوني كابابل باش نعملوا مشاريع معناها كما يقولوها معقده وفي وقت وجيز. كما تعرفوا سي فاكس وقع انجازها في 9 شهور في ظروف الثوره التونسيه، وهذا يعتبر معناها في التحدي في حد ذاته فهمني. شكرا جزيلا. يعيشك بارك الله فيك. Non, déjà j'y suis Sifax. Ça va, ça a été le vol rire, mais il va être la akbar. Bon, peut-être par rapport à les prix. Au service. Bon, ça va, c'est très bien, c'est d'amar l'akhr. Franchement, j'étais surprise par le service quoi, parce que ce domaine est vieux. Donc je les encourage à l'heure où je leur dis bon continuation et bravo, c'est tout. Bon, je peux pas comparer. J'ai pas voyagé dans le business class, donc parce que c'est incomparable. Donc, quand je suis la class, peut-être que je me comparer, mais sinon, je sais pas. Juste, il y a une remarque au propos des cartes fidélité. Je leur propose. De nous donner des cartes fidélité pour les passagers, les dimarandom des allers-retours. Donc ça va être encourageant. Voilà, merci.
البداية كانت موفقة جدا، ناس فرحانين، ولكن بعد جت برشا تشكيات من برشا مواطنين قالوا صارت لنا خيبة أمل فيما يتعلق بالروتار. شنية نجم تعلقنا؟ قالوا خاطر حسب ما فهموا بعض الباساجي أنه قاعد نستناو في بعض المسافرين، ما مدى صحة هالفهم هذا لوصل المواطن؟ والله احنا ديما نقبل الانتقادات باسكو كوم سان نجمو نقدمو في تونس، ما يلزمناش نقولوا كان الحاجه البيع. دونك الروتار افكتيفمون انا من العباد اللي قلقني هذايا. المشكله سكو الطياره شفتوها اتون ومعناها حاضره، بس البريمي فول اللي يخرج تبقى في كما تعرف كثافه كبيره في مطار تونس قرطاج، وهذايا معناها فرصه باش نقول اللي مطار تونس قرطاج يحتاج التوسعه. دونك الفلتر نتاع الامن معنا تري ساتوري، وعندنا 30 باساجي قاعدوا بلوكي غاديه، دونك لا فالو نمشيو لهم باش نسرحوا لهم الفلتر هذايا باش لحقوا علينا. دونك مش خارج عن نطاق سيفاكس، مي سو سي دي دون لو باسي عملنا دي روتار من نحنا، فهمني؟ وحنا قاعدين نصلحوا، فهمني؟ انا انتقاد اخر هو وين الجانب الترفيهي في طيارتنا اليوم؟ على كما تعرفوا معناها الطياره هذه اقتنيها معناها ما عندهاش وقت، معناها واللي اف معناها موجودين ليزيكيبمون، ما يلزم كما تعرف دي لوجيسيال، يلزم حوايج باسم سيفاكس، يلزم ريلاسيون مع باناسونيك في اليابان، وهذه تحب لها على الاقل شهرين ثلاثة شهور معناها في التونت كبيره. احنا بدينا باللي بروسيدور تحب لها شويه وقت، فهمني؟ سؤال اخير، ما مدى رضاك على الانطلاق واحنا مازلنا تقريبا نص اربع دراج ونهبطوا لباريس؟ والله الحمد لله، معنا ابريتو كما قلت لكم الواحد تعب باش خمم باش جبنا الطائره هذه، مش سهل راهو باش جبنا الايربيس 330، معنا الى فاليو ان اكور مع ايربيس جلوبال، كما تعرفوا احنا اقتنينا سته طائرات ايربيس 320 من عند ايربيس، دونك هذه اللي سهل لنا الماموريه باش نجيبوا الطائره هذه. ان شاء الله عام 2014 ثم طائره اخرى، تعرفوا المشاكل اللي صاروا، وبعد في الاخر وقت الطائره خذات لونفول نتاعها الحمد لله. الحمد لله وهكاش نقول معناها، وان شاء الله معناها مبروك لتونس، وان شاء الله من حسن الى احسن، وان شاء الله الطائره هذه لو بلوز امبورتون، الطائره هذه نشوفها نهار تمشي لمونريال، ونهار تمشي نيويورك، ونهار تمشي بيكان، سي سا لا غران ساتيسفاكسيون. بك عايشك، مرحبا بكم. بون الرحله هذه بطبيعه متشوقين والناس الكل، بيسك سي اول طياره في تونس ارباس 330 اي بون هي طياره سان غون بورتور تعمل لي لون كوريي، ونحنا بدينا ان شاء الله معناتها نعملوا بها باريز بور باش نستنسوا شويه العباد باش يسافروا بالطيارات الكبار وكل شيء. وكهو نحنا بون اجوردي سي لو بروميي فول كوميرسيال الحقيقه، يعني سا سي تري بيان باسي. وكهو فماش فرق بين البزنس كلاس والايكونومي على مستوى السيرفيس؟ فما شويه فرق، هما كل نتلاقوا بهم كيف كيف، الكل نفرحوا بهم، ما شويه فرق اهتمام اكثر شويه بالبزنس. هو اهتمام شويه اكثر بالبزنس سي فغي، اما نحن معناتها لوبجيكتيف نتاعنا في شركه سيفاكس لاينز سي كو لي باساجي الكل معناتها نرحبوا بهم ونعملوهم كل نفس المعامله، ومعناتها اما سي فغي في الكلاس بيزنس شويه في الماكله تتغير، شويه في معناتها في لاكوي سيرتو في ليسباس نتاع لي سياج تو سما سي بلو كونفورتابل. وكاو معناتها ما تعطيناش انفورماسيون على الطياره هذه، قداش الباساجي كبرها، قداش الكرسي فيها 285 سيج، ايكيباج 8 بي ان سي. هي في الكلاس بيزنس عندنا 27 سيج باساجي، والبقيه هي البقيه سي كلاس ايكونوميك. Voilà, qui m'a connu, c'est un grand porteur. Il est conçu spécialement pour les longs trajets. Manta pour effectuer, Inch'Allah, très bientôt, nous allons à Pékin, nous allons à Canada, nous allons à New York, nous allons à les longs courriers. Et pour nous, c'est le Tunis, c'est une chose. Donc, c'est une première et on est fiers. Voilà. نقولهم يسافروا معنا ان شاء الله ونفرحوا بهم برشا، واكيد في 330 باش تعجبهم برشا.
n'avez pas une deuxième passerelle parce qu'il y a la classe business qui va sortir avant. Sinon, ah non, non, c'est bon, on a déjà fermé. Donc on peut faire sortir. عجبتك الطياره جديده؟ باهي كونفورت. سلام عليكم. عازم عازم الله يسلمك. نحن علاقه طيبه ما شاء الله الحمد لله فرحان بك. Et votre séjour en Tunisie? C'était génial. Et vous comptez retourner? Bien sûr. Bien sûr, tous les ans. Et on recommande. Avec plaisir. Ne pas écouter la télé. C'est très très bien. Il n'y a pas de problème. C'est très très bien. Merci. Mademoiselle, un petit mot. En arabe, en français? Un petit mot sur... Oui, ouais. C'est parti. Je trouve que c'est une très bonne compagnie qui fait très rarement du retard et voilà, parfait. Et vous avez été, comment trouver le service? Comment? Le service. Le service, très bien. Et vous comptez retourner? Ah oui, oui, oui. Je pense qu'on va même prendre que cette compagnie maintenant. Parce qu'avant, on prenait Hermès Ferrari, je pense que c'est pas terrible. Merci.